كما أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن خالص تهانيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة فوز المهر أداير بلقب سباق الديربي الإنجليزي أحد أعرق السباقات الأوروبية والمقام على مضمار أبسون داون. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فوز فريق غودلفن العائدة ملكيته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الديربي الإنجليزي يؤكد المسيرة الناجحة للفريق بفضل اهتمام ودعم سموه للفريق والذي أثمر عن مواصلة حصد الإنجازات العالمية، مشيرا سموه إلى أن الفوز الإماراتي يعتبر فوزا بحرينيا في ظل العلاقة القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الاهتمام الكبير الذي يليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للفريق وضع الفريق كأحد الفرق العالمية البارزة في كافة البطولات والسباقات الكبرى التي تشهد تنافسا قويا ومثيرا على المراكز الأولى، إلا أن الفريق دائما ما يبرهن للعالم ويبهره بالإمكانيات العالية التي يمتلكها وهو ثمرة اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تمنياته في مواصلة مسيرة النجاحات التي يسجلها الفريق في السباقات المقبلة. وجاء فوز المهر أداير ابن الفحل العالمي فرانكل بفارق مريح في سباق بقيادة الفارس آدم كريبي والمدرب شارلي أبلبي، وهي المرة الثانية التي يحقق فيها الفريق هذا اللقب بعد الفوز بنفس المسار عام 2018.